مشاهدينا للاطلاع على آخر التطورات الميدانية في الساحل الأيسر من الموصل، ينضم إلينا من برتلة موفد الحرة ميتم الشباني. ميتم، مساء الخير، ما الجديد لديك؟ مساء الخير. يعني دعني أبدأ أولا بالجانب الإنساني. اليوم يعني سمحت القوات الأمنية العراقية بدخول العوائل المسيحية لزيارة منازلها في بورتلا والحمدانية والمناطق الأخرى بعد تطهير هذه المناطق ورفع الأبوات الناسفة وتفكيك أيضا الكثير من المنازل المفخخة التي تركها تنظيم داعش. يعني في مخيمات النازحين هناك معاناة إنسانية بسبب شدة البرد وقلة الوقود، وأيضا هناك احتياجات يعني كثيرة لدى الأطفال والنساء في هذه المخيمات. الأوضاع يعني المعيشية تبدو مأساوية حقيقة. يعني هناك نداءات استغاثة للمنظمات الدولية بتقديم مساعدات أكثر. يوم أمس كانت هناك جولة للجمعيات التابعة للأمم المتحدة وقامت بتوزيع بعض المستلزمات الطبية، لكن بطبيعة الحال هذه غير كافية لهذا الكم الهائل من النازحين من مناطق القتال. القوات الأمنية العراقية اليوم كانت لها جولات ميدانية في عدد من المناطق، خاصة الأحياء التي تعرضت مؤخرا إلى استهداف من قبل تنظيم داعش، وأنا أقصد تحديدا حي التأميم الذي تعرض إلى هجمة بالسيارات المفخخة من قبل التنظيم مباشرة بعد تسليم هذا الحي المحرر حديثا من قبل العمليات الخاصة إلى قوات وزارة الدفاع. معي الآن السيد اللواء الركن معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب ليطلعنا أكثر على سير الأحداث الميدانية. مرحبا بك إلى هذه النشرة سيادة اللواء. يعني دعني أبدأ أولا بالخرق الأمني الذي حصل في حي التأميم. يعني شفل مفخخ ومجموعة من السيارات دفعها تنظيم داعش، حال انسحابكم وتسليم هذا القاطع للجيش. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل 48 ساعة بعد إكمال حي التأميم، وهو كان آخر أحيانا مع حي النور والصحة، تم تسليم حي التأميم إلى قطاعات من الجيش العراقي ولرداءة الأحوال الجوية. العدو شن هجمة في الصباح الباكر وبعجلات مفخخة وشفر مفخخ، وقدر أن يحقق خرق في منطقة معينة ودفع متسللين وعددهم 10 وهم انتحاريين أيضا وأجانب. فقامت قطاعاتنا من تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب دفعت قوة بهذا الاتجاه وتم تطويق الخرق، ومن ثم السيطرة على منطقة الخرق وتم قتل 10 المتسللين بالكامل وعادة السيطرة وفرض الأمن في حي التأميم. حاليا الحي التأميم مؤمن بالكامل، ويوم أمس أنا قمت بجولة تفقدية في حي التأميم وشفت المواطنين وكان الوضع الأمني جيد، واليوم الوضع زاد استقرار في هذا الحي وفي الأحياء الأخرى. الوضع بالنسبة أنه مسيطر عليه، وإحنا حاليا في مرحلة التهيؤ للمرحلة القادمة إن شاء الله لغرض استئناف تقدمنا باتجاه أحياء أخرى. هل هناك توقف في العمليات؟ يعني لا يوجد تقدم باتجاه المناطق المتبقية؟ حسب معلوماتنا أنه من 8 إلى 10 أحياء ما زالت لم تحرر إلى الآن، وربما هذه تشكل عقدة خطر للقطاعات المتواجدة والمدنيين في هذه المناطق المحررة الأخرى. حقيقة إحنا بعد أن حررنا 36 حي أو يزيد في محورنا الشرقي اللي هو محور تشكيلاتنا، حقيقة وصلنا إلى الطريق المؤدي إلى قبر النبي يونس سلام الله عليه، وأيضا أصبحنا مشرفين على التلة الأثرية، وتم توقف العملية أو ليس بتوقف العملية ولكن تم تحديد الأحياء اللي تم السيطرة عليها لغرض تسليمها للقطاعات الأمنية وإعادة تنظيم قطاعاتنا ومن ثم استئناف التقدم بالأحياء المتبقية. حقيقة الأحياء المتبقية هي أحياء قليلة بالنسبة للقطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، لا يفصل لنا عن النهار سوى 10 أحياء أو 14 حي ليس أكثر للرتلين الشمالي والجنوبي. طيب سيادة اللواء، يعني تنظيم داعش قام مؤخرا بقطع جسور الإمداد أو الرابطة بين الضفتين بهذا النهر الفاصل بين داخل الساحل الأيسر، كيف ستقوم قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب بإيصال الإمدادات والوصول إلى هذا؟ يعني بالعمل الهندسي، تكتيكات أخرى يعني بالمعركة؟ حقيقة الرتل الشمالي هو وقف على نهر الخوصر وما يسمى النهر اللي تقصده هو نهر الخوصر،
وأيضا الرتل الجنوبي استند على نهر الخوصر من جهة اليمين وأصبح في مواجهة مع الأحياء المتبقية وصولا إلى نهر دجلة. طبعا المرحلة الثانية هناك خطط ميدانية وضعت وتم التخطيط لها، ستستخدم في حينها لغرض عبور هذا النهر وأيضا استئناف التقدم بالنسبة لباقي الأرتال، لأن باقي الأرتال ما راح تحتاج نصب جسور على هذا النهر، فقط الرتل الشمالي راح يحتاج نصب جسور، حنستئناف تقدمنا باتجاه الأحياء الأخرى. شكراً للوا. يعني هنا لابد من الإشارة إلى شيء مهم، قطعات جهاز مكافحة الإرهاب اليوم ساهمت بإعادة الكثير من العوائل النازحة إلى الأحياء المحررة حديثا بعد حالة الرعب والتي بثها تنظيم داعش خلال الأيام القليلة ومحاولة استهدافهم بالهوانات وتأمين هذه الأحياء بمفارز مرابطة من قبل قطعات جهاز مكافحة الإرهاب. مثم شباني، مفد الحرة من برطلة، شكرا لك ولضيفك الكريم.